وماركن زاري سعد التسديد يسدد، والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي، وتوقيت 26 دقيقة لعب. همامي يتوغل ويوزع توفيق الهمامي، والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي، الهدف الثاني عن طريق جوليوس أجاوا. طارق بن شرودة مع علي الزيتوني، طارق بن شرودة قصير لعلي الزيتوني، وهافو والهدف الثاني. هافو دفاعية كبيرة في زيتون. توفيق الهمامي حب يهرب يهرب على رقابة وفرصة لصالح الترجي.